بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في تأملاتنا في فضيلة جديدة من فضائل أمنا أم النور العذراء مريم. والمرة دي الفضيلة فضيلة الصمت. إيه فضيلة الصمت؟ يعني الواحد ما يتكلمش؟ لا، في ياما ناس ما بتتكلمش بس جواها غليان. لكن ميزة أمنا الست العذراء إن الصمت ده كان بيعبر على سكون من جوه. يعني الأفضل من كلمة السكوت هي كلمة تانية اسمها السكون. السكون دي حاجة داخلية تظهر في هيئة صمت، لكن الأهم إنها تكون نبعة من إنسان عنده سكون وهدوء. بالرغم إن الست العذراء قبل التحديات في حياتها ممكن تقعد تتكلم فيها طول الوقت، أنا اتيتمت، أنا كنت لوحدي سنين في الهيكل، أنا رحت عند راجل معرفوش عشان أخدمه اسمه يوسف النجار، أنا اليهود كانوا بيبصولي على أني إنسانة مش كويسة لأن ما يعرفوش أنا جبت المسيح إزاي، أنا حاولوا يهنوني ويتعبوني زي ما كانوا عايزين يتعبوا التلاميذ. يا ما شافت العذراء، لكن السكون والهدوء اللي عندها الداخلي ده خلاها ما تعبرش على كده كتير للبشر، تشكيش للبشر. حتما كانت بتشكي ربنا، لكن أكيد ما كانتش بتشكي للبشر. الست العذراء مش بس قابلت تحديات، قابلت أمجاد. ده اللي اتكتب في الكتاب المقدس عن السيد المسيح، يجي واحد من كام؟ من 100؟ من 1000؟ من مليون من معجزات السيد المسيح؟ لكن مين اللي شاف كله أو كل الثلاثين سنة اللي قبل ما السيد المسيح يظهر لنا علشان يبتدي قصة خلاصه لينا وللبشر؟ الثلاثين سنة الأوائل دول مين اللي كان بيشوف المعجزات؟ مين شاف المعجزات بعينيه في أرض مصر؟ الشجرة اللي بتوطي عشان تسجد، والبير اللي بيشفي، والأوسان اللي بتقع، والكف اللي بيطبع، والملائكة اللي بتظهر، مين شاف كل الأمجاد دي؟ الست العذراء. لكن ده ما حركش جواها أي نوع من الافتخار أو التعالي، لكن كانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. الحقيقة لو رجعتم الست العذراء أعظم قديسة اللي بنذكرها قبل كل القديسين وقبل ماري جرجس وقبل الأنبان وقبل التلاميذ، الست العذراء في الكتاب المقدس ما تكلمتش أكتر من 4-5 مرات في الأربع أناجيل. مرة تكلم الملاك، مرة كلمت أليصابات، مرة قالت للسيد المسيح أنا بدور عليك أنا وأبوك، أنت ليه سبتنا وبعدت، ومرة قالت له لما كان في معجزة عرس قانا الجليل قالت له ليس لهم خمر. وفضل حتة واحدة بتتقال في الأجبية، لأما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب، ودي موجودة في الأجبية في الأربع أناجيل، هما الأربع كلمات دول. ست العذراء اللي عندها كل الأسرار كلمتش، ست العذراء اللي قاست وعندها كل الاحتمال ما عبرتش. إيه ده؟ جابت القوة دي منين؟ تعالوا نفكر عشان نحاول نقلدها. الحقيقة أول حاجة أعتقد إن الست العذراء ليه عندها سكون داخلي كده، لأن ما بينها وما بين ربنا علاقة مخدع قوية جدا. الواحد يقابل زي ما يقابل في الدنيا وبعدين يقول أنا هتكلم هيفهموا إيه ولا هيقدروا إيه، مين اللي هيحس ولا مين يعني اللي هيكون أنا هصعب عليه، أو مين هيحس بحتى اللي جوه بالظبط لأني مش عارف أعبر كويس. لكن هي تاخد الشيلة دي على بعضها كده وتخش أوضتها تفرغ الشحنة وترميها كلها عند ربنا وتطلع نظيفة وفاضية وما فيش أي حاجة متقلها. ياما في مخدعها ده شافت ملايكة. أقول لكم بدليل إيه؟ فاكرين جبرائيل لما ظهر لها الملاك غبريال وقال لها السلام لك يا مريم، قالت له ما عسى أن تكون هذه التحية. عارفين الآباء بيقولوا إيه؟ بيقولوا هو كان دايما بيظهر لها بس كان بيكلمها بطريقة مش رسمي قوي كده، لكن السلام لك يا مريم دي كانت جديدة عليها. لكن هي متعودة أن في المخدع بتقابل ملايكة، ما هي دايما بتخش بمشاكل ترميها على الملائكة وعلى ربنا وتطلع من غيرهم. الشخص اللي عايز يتعلم السكون الداخلي هي مش سهلة على البني آدم لأنه عايز يعبر، لكن يتعلمها إزاي؟ التعبير ده يسيبه للصلاة. رقم 2، أعتقد أن الست العذراء كان عندها هذا السكون اللي كان بيخليها قليلة الكلام لأن كان عندها اتضاع غير عادي. اتضاع، حاسة نفسها آخر الكل وأقل واحدة رأيها هيفرق مع الناس أو هيغير في مسار الأحداث، يعني أطلع مين أنا؟ فتكتفي إن هي تعبر بطلباتها عند ربنا وربنا اللي شايفه الصالح يمشيه. بنت لنا فين دي؟ بنت لنا في عرس قانا الجليل.
هي حست بالناس لأن هي قلبها وديع ورحوم، فعرفت الناس عندهم أزمة. لكن لما جت تعبر عن السيد المسيح عبرت في 3 كلمات: ليس لهم خمر. مش اعمل لهم خمر حتى، لا، ما قالتش كده، هي قالت العرض. اطلع مين انا عشان امليك تعمل لهم ايه؟ انا ابسط من كده واقل من كده بكتير. كتر خيرك، لان لو قعدت اشكر مش هلاقي. يعني ايه ابقى ام الله؟ انا اقول لك ليس لهم خمر بس. اخر حاجه علمت الست العذراء انجاز التعبير السكون او الهدوء الداخلي بالرغم من التحديات او من المجد، غير ان ليها علاقه بربنا والصلاه في المخدع وغير الاتضاع، هي فضيلة اسمها الاحتمال. يعني ايه الواحد اللي يحتمل؟ الواحد اللي يحتمل يعني يعرف ياخد الامور ويقول لربنا انا هشيل كفاية عليك ان انت شلت كتير يا رب عن خطاياي، انا هحتمل لعل يكون ليا اكليل انت معدهولي ومرتبهولي. فياخد الامور ويعرف يعديها بمنتهى الهدوء والنضوج. الحتة دي الاباء القديسين يقولوا عليها قول حلو قوي اسمه ايه؟ شوفوه لانه بيعجبني قوي. فم تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. يعني الفم اللي تمنع عنه الشرب المية اكيد مش هيجي نفسه في الخمرة، يعني هو اصلا مش لاقي المية. تعالوا نطبقها كده على الفكرة بتاعت السكون والهدوء. لو واحد معود فمه انه ما يطلعش منه حتى الكلام اللي فيه شكوى وانه يرثي لحاله وعايز ياخد شفقة الناس، الفم ده ما يعرفش يدين، ما يعرفش يكذب، ما يعرفش يتعصب، لان هو مانع نفسه حتى عن الكلام اللي فيه شكوى البسيط اللي لسه ما قالش اي خطيه. ده هو بيطلع الشكوى دي في هيئه احتمال ما بينه وما بين ربنا. تلاقي خطايا اللسان نفسه ما بيقرب لهاش. فم تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا. امنع عن فمك الكلام الكتير حتى خطايا اللسان، هتلاقي نفسك ما عندكش وقت تقولها لان الكلام الكتير اصلا انت ما بتقولهوش. يبقى تعالوا نراجع. لو واحد حاسس بمجد عظيم زي الست العذراء، او حاسس بتحديات شديده زي الست العذراء، ازاي يعيش في سكون؟ اول حاجه صلاه المخدع، تاني حاجه اتعلم الاتضاع، تالت حاجه احتمل وتعلم فضيله الاحتمال، لان الفم اللي مش هيقول انا محتمل والحقوني هيبقى ما بيعرف، مش هيجيله وقت يدين ولا هيكذب ولا هيتعصب ولا هيغضب، هيتغلب على دي بسهولة لأنه أصلا مش بيشكي كتير نفسه. ربنا يديكم نعمة، ونتعلم من الست العذراء السكون أهم من السكوت. لإلهنا المجد الدائم للأبدين.